السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل في هذا الفيديو مزيل عرق طبيعي، مكوناته موجودة في أغلب المنازل، والمكونات بالكوب والملعقة، يعني ما رح نحتاج ميزان إلكتروني. ومدة حفظ هذا المزيل من 6 شهور إلى 8 شهور، والأفضل يكون في مكان بارد وجاف. وممكن عمل هذا المنتج كمشروع تجاري من المنزل، أو أنك تستفيدي منه بتوزيعه على الأخوات والصديقات وفي المناسبات. وبعد ما أحط المكونات مع بعض أضعها في حمام مائي حتى تذوب، وبعدها أضيف لها المكونات الجافة ثم الزيوت العطرية. والزيوت العطرية لكم خيارات، أي زيت عطري تفضلونه. ومزيل العرق هذا ما يصلح نحطه في أنابيب مزيلات العرق، لأنه مايل إلى السيولة. لكن إذا بغيتوه يكون جاف، أضيفه بدال بيكربونات الصوديوم ملعقتين نشا، النشا العادي اللي نستخدمه في الطعام.
شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وأتمنى منكم مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم في قنواتكم على برامج التواصل. مع ترك رابط لقناتي، وأرجو منكم وضع تعليق لطيف جميل مثلكم أسفل الفيديو.